بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، نقدم لكم آخر مستجدات الوضع الوبائي لمرض كوفيد 19 على الصعيد الوطني، ونعتذر على هذا التأخير الذي سببه خطأ بسيط في المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالتقسيم حسب الأقاليم. التقسيم الجهوي لم يحدث فيه أي إشكال، لكن التقسيم حسب الأقاليم مفصلا لن نتمكن من إعلامكم به هذا اليوم، على أنه قد تم حل هذا المشكل قبيل قليل، فنعتذر إذن مرة أخرى عن هذا التأخير. خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت على الصعيد الوطني 826 حالة جديدة للتعفن الناتج عن سارس كوف 2، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة على الصعيد الوطني إلى حدود هذا الوقت إلى 34063، أي بمعدل إصابة تراكمي يناهز تقريبا 94 لكل 100 ألف نسمة. الحالات 826 المسجلة في 24 ساعة الأخيرة سجلت حسب جهات المملكة كما يلي: جهة الدار البيضاء 16، 295 حالة، من بينها 230 حالة بالدار البيضاء الكبرى. طبعا ما غاديش نعطيكم الأقاليم بالتفصيل، لأنه هاد الأقاليم اللي غنعطيكم اليوم تم التأكد منهم عبر الهاتف للإشكال اللي وقع في المنظومة المعلوماتية. جهة فاس مكناس 114 حالة، من بينها 38 حالة بفاس، 33 حالة بمكناس، و29 حالة بتازة. هذه هي الأقاليم التي كانت أكثر إصابة في هذه الجهات، في كل جهة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 103 ديال الحالات، من بينها 70 حالة بمدينة طنجة، و14 حالة بمدينة أو بإقليم الحسيمة. جهة مراكش أسفي 100 حالة، من بينها 58 حالة بمدينة مراكش. جهة درعا تافيلالت 78 حالة، من بينها 45 حالة بإقليم الرشيدية. جهة بني ملال خنيفرة 75 حالة، من بينها 35 حالة ببني ملال. جهة الرباط سلا القنيطرة 40 حالة. جهة الدخلة واد الذهب 8 ديال الحالات. جهة الشرق 8 حالات. جهة سوس مسا 4 حالات. وجهة قلميم واد النون حالة واحدة، فيما لم تسجل أي حالة ولله الحمد بجهة العيون الساقية الحمراء. إذن هذا هو التفصيل الجغرافي حسب الجهات ديالها 826، وكذلك في كل جهة الأقاليم التي كانت أكثر إصابة. هاد 826 حالة سجلت 90% منها، أي 743، في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر. طبعا معدل الإصابة ولله الحمد ينخفض، أصبحنا يعني نفرح بتسجيل أقل من 1000، الآن يساوي في هذه 24 ساعة 2.3 لكل 100 ألف نسمة.
نتمنى أن يكون هذا المنحنى صحيحا وتنخفض الحالات رويدا رويدا. تم استثناء 21301 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع مجموع الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1,438,032 حالة مستبعدة. لكن للأسف الشديد، خلال هذه 24 ساعة الأخيرة سجلت مرة أخرى سجل عدد مرتفع من الوفيات. لله الأمر، 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى حدود هذا الوقت إلى 516. الله يرحم الجميع. ولله الحمد والشكر، تم بحمد الله وشكره تسجيل 1177 حالة تعافي جديدة تامة خلال هذه 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 24,524، أي بمعدل تعافي يساوي 72%. ومنه فإن الحالات النشطة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت تساوي 9023 حالة، أي بمعدل ديال 25 لكل 100,000 نسمة. الحالات النشطة دائما الأربع جهات اللي كتعرف أكبر عدد من الحالات النشطة هي الدار البيضاء، سطات، فاس مكناس، طنجة، تطوان، الحسيمة، مراكش أسفي، مع تغيير يومي في الترتيب. تبقى جهة الدار البيضاء سطات لحد الآن هي الجهة اللي فيها أكبر عدد من الحالات النشطة ب 2615 حالة نشطة. ثم هناك مجموعة أخرى من الجهات اللي فيها واحد العدد ديال الحالات النشطة أقل من 1000 لكن أكثر من 100، وهي جهة الرباط، سالة، القنيطرة، بني ملال، خنيفرة، درعا، تافيلالت، وجهة الشرق. ثم هناك جهات فيها أقل عدد من الحالات النشطة، أقل من 100 وأقل من 50 كذلك، هي سوس مساء، الداخلة، والداب، العيون الساقية الحمراء، وقلميم ودنون، علما أنه دائما قلميم ودنون هي الجهة اللي فيها أقل عدد من الحالات النشطة اللي هي 11 قبيلة قليل. بالنسبة للحالات الخطرة أو الحرجة، بلغ مجموعها في 24 ساعة يعني قبيل قليل الرقم المحيان الذي حيينا قبل قليل، العدد ديالو 127 حالة خطيرة أو حرجة. لكن ما كتشوفوا هذه الحالات ما فاتت ترتفع للأسف الشديد. هناك من يتعافى، القليل ممن يتعافى، ولكن للأسف هناك من يستمر في العلاج لمدة طويلة، وهناك من ينتقل إلى عفو الله. إذن هذه الأرقام 127، ومن بينهم، وهذا رقم آخر اللي هو صعب، اللي هو 48 تحت التنفس الاصطناعي بنوعيه الاختراقي وغير الاختراقي. هذه الحالات الخطيرة أو الحرجة موجودة بالدار البيضاء سطات، جهة الدار البيضاء سطات 38 حالة خطيرة، من بينهم 29 تحت التنفس الاصطناعي. هذا رقم كبير، فخصنا نفهموا حجم العمل وحجم المجهود اللي تيدار لعلاج هذه الحالات. مراكش أسفي 33 حالة خطيرة، من بينهم جوج تحت التنفس الاصطناعي. طنجة، تطوان، الحسيمة 28، من بينهم جوج ثلاثة تحت التنفس الاصطناعي. الرباط، سالة، القنيطرة 14 حالة خطيرة، من بينهم سبعة تحت التنفس الاصطناعي. فاس مكناس 12 حالة خطيرة، من بينهم سبعة تحت التنفس الاصطناعي، وحالة واحدة خطيرة بسوس ماسة، وكذلك حالة واحدة بجهة الشرق. إذن هذا هو التقسيم العام للحالات الخطيرة التي أصبحت مرتفعة، وهذا ما يفسر
طبعا، وهذا من بين اسباب ما يفسر ارتفاع حالات الوفيات اللي بلغت كما قلنا 18، 4 بمراكش، 3 بالدار البيضاء، 3 بفاس، 2 الحالات بطنجة، وحالة بكل من تازة، تونة، ورزازة، سالة، القنيطرة، وبني ملال. يعني حتى المدن أصبحت تكثر في تسجيل حالات الوفيات. إذا هذا طبعا، هذه الأرقام أصبحت مزعجة في الآونة الأخيرة، بالرغم من هذا الانخفاض اللي سجلناه في الحالات في هذه 24 ساعة، لكن هذا وازع لنا جميعا من الالتزام بتدابير الوقاية العامة التي أصبحت معروفة ولا داعي لتكرارها كل مرة، تدابير بسيطة وهي الكفيلة بالحد من انتشار هذا الفيروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.